السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا باشمهندس عمر. نبدأ يا جماعة. مش عارف الصوت وصل ولا ايه؟ السلام عليكم دكتور. ألف سلامة. ايوه دكتور احمد العزيز ان شاء الله، معلش انا اسف لا الصوت وصل أبدا، في الكمبيوتر. لا لا أبدا، ربنا يكرمك. ماشي دكتور، الله يكرمك. أنا بس هبعت لكم رابط كده، المجلد فيه الفايلز اللي أنا هشتغل عليها النهاردة، نسخة منها يعني، للي حابب يتابع معايا. قبل ما ابدا انا حابب اسال، بس حد فينا جرب حاجه وحصلت له مشاكل او كده وحب نتناقش فيها؟ طيب انا عملت كده باور بوينت صغير كده، وموجود برضو نسخه منه في الفولدر اللي انا بعت الرابط بتاعه، على اساس نركز كده نشوف الخطوات اللي هنعملها ايه والاجراءات اللي هنعدي عليها النهارده ان شاء الله. اول حاجه عايز اتكلم فيها هي موضوع الجيو داتا بيز تاني، معلش انواعها. المره الماضيه احنا ما اعرفش انتوا خدتوا بالكم ولا لا، احنا كان عندنا في نوعين اللي هم الام دي بي والجي دي بي. هما الاثنين الحقيقه نفس الحاجه، زي ما انتم شايفين كده الاستراكشر بتاعهم زي بعض. هي الجيو داتابيس بشكل عام يعني لو بصينا عليها كده بتتكون من العناصر المرسومه اللي هي البوليجونز او اللاينز او البونز والجداول التيبلز والتوبولوجي او القواعد اللي انا بحطها عشان ادرس بيها العناصر المرسومه، تمام، والراستر اللي هي الصور الفضائيه. دي العناصر اللي بتبقى موجوده في اي داتابيس. لو بصينا هنا هنلاقي نفس العناصر دي ممكن تبقى موجوده في الايه، في النوعين الاولين اللي هم الامتدادات بتاعها جي دي بي
والامتداد بتاعها ام دي بي. الفرق بين الاثنين وبعض اعتقد ان هم في واحده فيهم بيزد على الام دي بي بيزد على مايكروسوفت اكسس الاستراكشر بتاع الداتا بتاعته وكده. وهي فيها ميزه ان هو الفايل هي الموضوع كله بيبقى تقريبا فايل واحد في الداتا بتاعتك كلها تقدر تنقله وتوديه وتجيبه. المشكله بتاعته ان هو بيبقى كبير شويه كفايل يعني وله حجم اقصى 2 جيجا بايت. ده المشكله بتاعته. وبالتالي لما تيجي تحط بقى فيه صور فضائيه وحاجات زي كده بتبقى شويه هكتك يعني. النوع الثاني اللي هو الجي دي بي ده اشمل شويه، بيبقى الداتا محطوطه في صوره مجلد والداتا مفرده داخل المجلد ده. ده برضو بيتعامل مع المصورات الفضائيه بشكل انسب شويه من الـ من الـ من النوع الاولاني. لكن النوع الاولاني ميزته في ان انا اقدر اجراء التحليلات ونقل البيانات والكوبي وبيست والميرج بين الداتا وبعضها وبتاع، بيبقى ايه احسن اسهل كتير يعني. في نوع ثالث بقى اللي هو بنسميه شيب فايل. شيب فايل ده دي انواع فقط للعناصر المرسومه، العناصر المكانيه. شيب فايلز دي حاجه كده صيغه تبادليه كده بين الاوتوكاد وبين الجي اس. في بدايه الجي اس كانوا بيعتمدوا على الاكستنشنز بتاعت الاوتوكاد زي الشيب فايلز. ده اصله يعني الصيغه بتاعتها ابتكار بتاع اوتوديسك يعني. فهم كانوا بيستخدموه في ان هم يضيفوا بيانات اضافيه للملف بتاع الشيب فايل يعني. هو يعني صيغه ملف تقدر تشبك فيه برضو الملفات بتاعته نوع اس اتش اكس اس اتش بي ودي بي اف. دول يعني كل مجموعه من العناصر او كل لاير بتتكون من ايه؟ من ثلاث ملفات. طبعا الاس اتش بي اللي هو الشيب فايل ده اللي هو زي يعني في ملفات اوتوكاد بيتعامل معاها زي الهاتش، وزي في بعض انواع الفايلز بيستعملها الاوتوكاد بتبقى امتدادها اس اتش بي واس اتش اكس برضه. دي كده بشكل عام النقطه الاخيره اللي احنا اتكلمنا عليها المره الماضيه، وحابب ان انا بس ايه اوضحها لان المره في الفيديو اللي راح ما وضحتش يعني. النقطة الثانية اللي برضو حابب أتكلم عليها إن إحنا وهنشوفها مع بعض تاني النهاردة اللي هي إيه؟ اللي هي موضوع الإحداثيات. إحنا قلنا إنه في جوه الجي إس هو الإحداثيات ده منظومة. المنظومة دي بتتكون من 24 قمر صناعي للاستخدامات المدنية. ال 24 قمر صناعي دول عملنا بإنهم مسح، وإنه علماء بتوع الرياضة اجتهدوا في إنهم يعملوا إيه؟ معادلات رياضية لاحتساب الاحداثيات يعني من مكان لمكان عشان نفرد الايه السطح الكروي المنبعج الغير منتظم في ايه في اسطح ايه افقية. الجزئية كمان اللي انا كنت حابب اوضحها اكتر اللي هي موضوع النظام الاحداثي زد اللي هو الارتفاع. الحقيقة برضه هو النظام الاحداثي بتاع الارتفاع في عندي سطح البحر ما هوش متساوي يعني البحار والمحيطات السطح بتاعها نتيجه الموج ونتيجه حركه المد والجزر ونتيجه التيارات المائيه وكده، فهو فعلا ما هياش ايه السطح منتظم يعني. ففي بقى برضه كذا طريقه لاحتساب متوسط سطح البحر. هنشوف دلوقتي يعني ان ايه الطرق دي ايه هي وامتى نستخدمها وكده. فدي ده الموضوع نظام الاحداثيات، النقطتين اللي انا كنت حابب اضيفهم ان احنا اتكلمنا عليهم المره الماضيه بس انا حاسس ان يمكن ايه محتاجين كانوا توضيح اكتر يعني. هو هتلاقيهم برضو موجودين في العرض بتاع المره السابقه يعني. النهارده هنتكلم تاني بقى على باختصار كده بسرعه على الحاجات اللي احنا مرينا عليها، هنعيدها تاني بسرعه اللي هي ايه موضوع تعديل المعلومات المكانيه. احنا لو بصينا كده على الارك كاتالوج مثلا، خلينا نقول تاني نروح تاني للارك كاتالوج. ده البرنامج بتاع ارك كاتالوج انا ممكن استدعيه من الارك ماب اللي هو ده
بستدعيه من هنا داخل الايه؟ داخل جوه البرنامج الارك ماب، او لا انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن استدعيه من قائمه اسمه قائمه الارك ماب نفسها، ارك جي اس نفسها. في عندي اول واحد هنا ارك كتالوج. لو احنا المره الماضيه عملنا داتابيز، هعمل تاني واحده تاني بسرعه كده، تمام؟ هعمل كده، هقول له ايه؟ نيو، تمام؟ بسرعه. بيرسونال جيو داتابيز او فايل جيو داتابيز. خلينا نشوف ايه الفرق بين ده وده اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، اللي هي جي دي بي اللي هي ديت، تمام؟ دي اللي هي الايه؟ الجيو داتابيز. او ان انا اقول له عايز اعمل ايه؟ اللي هي ايه؟ نيو، اسف، هقف على المجلد من بره واقول له ايه؟ نيو جي ايه؟ بيرسونال فايل جيو داتابيز، تمام؟ والبيرسونال ده هنسميه ايه مثلا؟ انا اقدر اسميه وغير اسمه في اي لحظه طبعا، لانه ايه؟ هو عباره عن فايل يعني. وهسميه ايه مثلا؟ تيست. لما انشئ الجيو داتابيز انا ايه من حقي ان انا ايه اقول له بروبرتيز كده، وايه واشوف الخصائص بتاعتها واعدل عليها لو انا عايز ايه اعدل عليها اي حاجه ثانيه بعد كده. الجيو داتابيز دي اللي هي تيست دي، كويس؟ انا ممكن احط العناصر فيها بشكل مباشر او ان انا ايه احطهم في مجموعات. المجموعات دي بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ فيتشر داتا سيت. لما اقول انا عايز فيتشر داتا سيت هسميها تيست اهو ثاني، تمام؟ وبعدين هنا طبعا الفافوريت بيجيب لي اخر مجموعه من الايه؟ من النظم الاحداثيات. احنا عاده يعني بنشتغل على قلنا ان هو الايه؟ اللي هو ال WGS اللي هو الايه؟ الورلد جيو سيستم، تمام؟ 1984. او ان انا بشتغل كمان لو انا عايز دقه اعلى يعني بتكلم على انه ايه؟ عايز الشمال خط 37 اللي هو 37 ان ديت، المنطقه اللي هي شمال خط 37. اهم حاجه انه كل العناصر اللي داخل الداتابيز تكون ايه؟ تكون لها نفس نظام الاحداثيات، سواء استخدمت ده او استخدمت ده مش هتفرق، لكن المهم ايه؟ انا استخدم نفس نظام الايه؟ الاحداثيات. او حتى انا ممكن من هنا اقول له ايه؟ اقول له امبورت، تمام؟ واروح على اي عنصر انا عارف النظام الاحداثيات بتاعه واجيبه. اقول له خده. فده مثلا اهو نفسه ده في الداتابيز اللي هي 28 يناير ديت، تمام؟ جواها داتا ست انا عاملها قبل كده وخدت منها نظام الاحداثيات، تفاصيلها هنا تفاصيل نظام الايه؟ الاحداثيات ده. لما بقول له نيكست بيسالني بقى على الايه؟ على النظام الاحداثي زد، كويس؟ انا برضو ايه ممكن هنا اقول له كده وورلد، واروح برضو اجيب ايه؟ WGS 1984 نيكست. وبعدين هنا بيقول لي ايه؟ هي بالديجريز وبالميتر اقل وحده، يعني لما وحده النقطه ولا الحاجه اللي انا محددها تكون دون الرقم ده، دون الرقم ده، تمام؟ في الزوايا اعتبرها بصفر. لما تكون المسافه بتاعتها في الزد مثلا دون الرقم ده هعتبرها منطبقه. والام الام توليرنس ده، الام ده بعمل بيه بتاع ده اوفر رايت او تغلق يعني استثناء لبعض الداتا سيتس اللي جوه القاعده البيانات، تمام؟ انا دلوقتي بعمل حاجه اسمها ايه؟ فيتشر داتا سيت. ممكن انا في واحده منهم عايزها تبقى دقه اكتر، فممكن ازود الايه؟ الدقه بتاعت الام من هنا، فبعمل اوفر رايدنج للايه؟ للزد توليرنس اللي في الايه؟ في نظام الاحداثي الكامل ده. تمام؟ بقول له فينش، بتكون لي عندي ايه؟ اللي هي ايه؟ تيست ديت. لما بعوز اجيب فيها داتا فبقول له ايه؟ امبورت، يعني مثلا امبورت فيتشر كلاس، تمام؟ واروح مثلا اقول له انا عايز مثلا ايه؟ دي مثلا. واسميها هنا اهو ستريتس. تمام؟
المفروض انه لما يخلص تمام يديني علامه ان هو ايه انتهى، يديني ايه سيمبل كده ان هو ايه انتهى. خلينا نشوف كده لما اقف هنا لسه ما خلصش، يا يديني ايرور يا يديني ايه. ايوه مش شايف من ال هو جاب الايه الستريتس هنا. طيب انا عشان ممكن اعمل هنا كده بريفيو فيقدر يعمل لي ايه معينه للعنصر اللي انا ايه انا جوه الارك كاتالوج دلوقتي، كل دي قاعده بيانات وانا بجيب جواها الايه العناصر اللي انا عايز اجيبها. طيب لو انا عايز كمان اجيب اجيب جوه قاعده البيانات، ما ينفعش بقى جوه الداتا سيت دي اجيب صوره او اجيب جدول، اجيب بس واحد من الايه من الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليهم في الايه في الباوربوينت من شويه اهم، اللي هم الايه اللاين والبوليجون والايه والبوينت. الصوره هتبقى موجوده في الداتا بيس مباشره والتيبل نفس الحكايه. هروح كده انا برضو في الداتا بيس اقول له ايه امبورت تاني، ممكن اقول له ايه امبورت ايه تيبل، ها المره دي هقول له تيبل. اروح مثلا اجيب ايه تيبل بتاعت مثلا عندي دي مثلا، انا بجيب من قاعده بيانات ثانيه جاهزه. ها المره اللي فاتت قلنا ازاي نجيبها، نجيب جدول من اكسل هنا، المره اللي قبلها اتكلمنا قلنا نجيب ازاي نجيب جدول نحوله من الاكسل عن طريق اكسس. تمام ادي الجدول اهو، وبحدد له كمان التيبل هنا اهو، اسميها مثلا اسميها تيست 1 وبرده بمجرد ايه ما هو يجيب الجدول اهو، هنا الجدول اهو موجود اهو. تمام يبقى انا كده ايه جبت عملت الداتا سيت وجبت جواها اللي هو الفيتشر كلاس اللي هو بتاع الطرق ده، وجبت جدول كمان اللي هو بتاع الحاجه الاخيره اللي احنا برده عملناها المره الماضيه، ان احنا عملنا ايه ان احنا جبنا صوره في حاجه في الداتا بيس برده. اقول له ايه امبورت تاني، خد بالك انا ده تقريبا براجع اللي احنا ايه اللي احنا تعرضنا له المره الماضيه. في الصوره دي انا عايز اجيب صوره منين، اجيب دي مثلا، الصوره دي احنا خدناها المره الماضيه مع بعض، واقول له اوكي. وسماها جلوبال تيبل ولا ده ايه؟ تمام هنا جاب الصوره اهي، دي الصوره بتاعت ايه المصور الفضائي اللي احنا ايه عملناه المره الماضيه، عملنا له مستطيل كده حوالين منه عشان ايه نميزه. تمام طيب يبقى احنا كده ايه بسرعه كده عرفنا احنا الداتا بيز، اسف الصوره هنا، عرفنا ان احنا ازاي نجيب ايه ندخل نوجد داتا بيز تاني عملتها تاني اهو، واوجدت فيتشر داتا سيت او مجموعه فيتشرز فيتشر كلاسز، وجبت فيتشر كلاس او عناصر مرسومه ادركتها جوه التست دي، ودخلت كمان صوره فضائيه ودخلت ايه جدول. تمام طيب هنروح بقى للقاعده البيانات اللي انا ايه جهزتها قبل كده. انا المره الماضيه ارسلت لكم منطقتين عشان تجربوا فيها، فانا حطيت ثلاث مناطق تقريبا المره دي في الايه في قاعده البيانات، وهتلاقيها موجوده في الايه في الرابط اللي موجود على الايه على الشات. خلينا نروح بقى نشوف الداتا اللي موجوده هنا. اولا الداتا دي انا اقدر اي زي ما شفنا اعمل لها معاينه هنا، تمام اقدر اعمل لها معاينه هنا باشكالها باشكالها المختلفه، هقول لك دي ايه دي ايه ودي ايه كده. وممكن مثلا اقول له دي انا عايز اعمل لها ديليت، خلاص ديليت يس. يبقى انا ممكن اضيف ممكن ايه احذف من الايه من الارك كاتالوج ده. فبرنامج الارك كاتالوج ده هو زي الايه المستكشف بتاع الويندوز، زي المستكشف بتاع الايه بتاع الويندوز، اقدر من خلاله ان انا ايه اشوف العناصر بتاعتي تمام واتعامل معاها وانقلها من مكانها واضيف عليها واحذف منها كده. نروح بقى للبرنامج الارك ماب اللي احنا كنا
بنتكلم من خلال المرات الماضيه اللي هو ده، وداخله برضو انا اقدر استدعي ايه الارك كاتالوج، يعني ده الارك كاتالوج اهو، يبقى ممكن يبقى جوه ايه نافذه جوه الايه جوه نفس البرنامج. هنيجي هنا انا ده فايل جديد خالص انا بداته تمام. كده ونروح نقول له ايه انا عايز اضيف اد بقى هنا اد اد عناصر للخريطه ديت او للملف ده، وهروح على الفايل اللي هو جان 28 ده، وهروح اضيف اول حاجه العنصر ده. دي عباره عن ايه؟ المره الماضيه احنا اتكلمنا على ان احنا محتاجين ان احنا نعمل في الجداول لكل عنصر ندرج له الايه الداتابيز بتاعته، ندرج الاي دي بتاعه عشان نقدر نشبكه بعد كده تمام. وعملنا جزء كده وقلنا ان احنا ايه المرات الجايه اسيبها لكم وانتوا ايه عشان تقدروا تكملوا معايا، تحاول ان انت ايه تعمل الحكايه دي. ولو احنا كده رحنا على البروباريتيز هنلاقي ايه، هقول له انا يعني انا لو ضغطت يمين هنا كده على الاسم اللير وقلت له خصائصها اقدر اقول له ايه الليبل بتاع اللير ديت، انا عايز اسمي العناصر دي بايه بالاي دي بتاعها. المره اللي فاتت عملنا كده برضو عشان ايه نشوف العناصر اللي خدت اي دي والعناصر اللي لسه ما خدتش. احنا المحاضرة ان شاء الله تخلص المفروض يعني من 8 ل 10 معاكم بتوقيت مكة، في مصر تبقى 7 9 من 7 ل 9 ما اعرفش انتوا حاضر منين يعني. فهنقول له هنوات انه الايه البيلدنج اي دي تمام، هقول له ابلاي واخليها بولت، ودي تبقى ايه دي الاي ديز كده بتاعت الايه بتاعت المكان ده المنطقة دي. واقدر اعيد ده بقى كمان للايه بقيه ال ان دي واحده من المناطق، هروح على الثانيه خليها برضو ايه اعمل لها ليبلنج بال كل ده. انا القاعده البيانات ما بعدتش فيها اي حاجه، مجرد ان انا ايه بجيب بستدعي البيانات منها وبستعرضها. هنا اعتقد مسمين فايل العمود مسمينه اسم غريب كده شويه، لكنه ايه هي دي تقريبا الايه المنطقه الثانيه اللي انا المره الماضيه ارسلت لكم بياناتها. كمان في منطقه خمسه اعتقد انا ممكن انا بضغط كده واقول له ايه برضو ايه زون تو لاير، فيقوم ايه جايب لي اللاير بالكامل عشان اتاكد انها كلها واخده اي ديز وكده. ليه قلنا الاي دي ده اللي هو ايه انه كل مبنى او كل بلوك بياخد رقم خاص به غير مكرر في الباقيين، وعندي الجداول فيها البيانات بتاعت كل مبنى برضو فيها نفس الرقم، الرقم متطابق يعني. بنبقى حريصين بقى انه يعني ما فيش مسافات فاضيه، الكابيتالز بتفرق يعني لو حرف ايه كابيتال هنا وايه سمول هنا مش هيتطابقوا يعني، عايزه شويه ايه تمام كويس. يبقى انا كده ايه جبت الزونز اللي احنا ايه اللي احنا ممكن نشتغل عليه. الثلاثه دول اللي هم اللي انا مسميهم دول فيهم بس ايه رقم مدرج، رقم الايه رقم المبنى. قبل ما
قبل ما اشبكهم بقى مع البيانات، انا عايز اشبكهم بقى مع الداتا بتاعتهم كل واحده. عندي الجداول بتاعتهم هشبكهم منها. خلينا اشبك في واحده الاول عشان اشوف بيحصل ازاي. اقول له جوين دي اس 1 تمام بمعلوميه الكولوم ده، واختار من هنا التيبل تيبل اس 1 اهي تمام، والكولوم بتاعها اللي هو اللي متطابق مع ده غالبا ده. اقول له اوكي، ولما اشغل الاوبن اتريبيوت تيبل، اشغل الاتريبيوت تيبل بتاعتنا، هلاقي ايه؟ ان هو جاب، لا ما جابش حاجه خالص، هو كله فاضي. ليه بقى؟ ما تطابقوش بالبن النمبر ده في التيبل دي فاضي. طيب بقى بروح تاني، بص كده برده تانيه تاني، بقول له ايه؟ جوين اند ريليت ريموف، اشيلت انا الايه؟ التطابق اللي ده، دي حاجه من الحاجات اللي انا عايز ايه اوريها لك، ان انا اقدر اعمل ايه؟ ان انا اقدر اعمل ايه؟ بتاع ده ربط الجدول مع الجدول ده، ما هي الخريطه دي بقت جدول قدام مني دلوقتي، هشبك الجدولين مع بعض. طيب خليني الاول نعمل حاجه ثانيه، خلينا نعمل ايه؟ عشان اشوف برضو اني عنصر ال اجيب الجدولين هنا، اجيب الجدولين في الخريطه ديت. يعني الخريطه دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الواجهه اللي انا ايه؟ اللي انا حاليا يعني اللي انا بتعامل فيها مع البيانات، بقدر اشوفها واعينها واشبكها، وفيها كل الادوات اللي انا ايه؟ احتاج ان انا اعدل عليها الادوات. هقول له ايه؟ امبورت هنا اهو، او اد بقى مش امبورت، هنا اد صح كده؟ واروح على اس 1 دي، خلينا نضيف كل الجداول اس 1 اس 1 اس 2 اس 5، بقول له ايد كويس خلاص. ادي اس 1 اهو، هقول له اوبن، فيوريني الجدول اللي هو الايه البيلدنج نمبر اهو صح. طيب او يعني لو عملنا له كده سورت اسندنج، يبقى اول واحد 101 اي 1. طيب وال نشوف تيبل اوف كونتنتس، المفروض انه هنا اس 1 اي دي، اس 1 اي دي ده ايوه. هروح اقول له جوين هنا اهو، البيلدنج اي دي او بي اي دي مع اس 1 ديت، هو جايب لي طبعا الجداول اللي انا ادركتها هنا ها تمام. هشبك مع ايه؟ اس 1 صح، بمعلومات ايه؟ البيلدنج ان ده. اقول له اوكي، لما اقول له دلوقتي اوبن اتريبيوت تيبل، هلاقي ايه؟ هلاقي جاب لي الجداول ده. نضيق دي شويه عشان نقدر نشوف اكتر. لو انا قلت له يعني ده اقدر احركه واجيبه جنب ده كده، هلاقي انه فعلا ايه حصل ماتش او تطابق بين الايه؟ بين ال هنا. شوف بقى هنا بقى في بعض العناصر هتلاقيها هنا، بص هنا في بعض العناصر حصل لها ايه؟ خليني معلش، هو طبعا اللايرز اللي بتيجي فوق بتبقى ايه؟ راكبه على اللي تحتها، في بعض العناصر هنا مرسومه على انها ايه يحصل تفريغ بيها، يعني بعد كده انا هفرغ المبنى في فنائين او باثوين يعني، فانا هفرغ بالكتل دي، فبالتالي الكتله بتاعت الفراغ او الفناء دي المفروض انها ايه؟ ملهاش داتا، يعني الداتا على المبنى نفسه يعني. فدي حاجه، الحاجه الثانيه ممكن يكون غلط في الرسمه. أنا عايز أشوف هل في غلط في الرسم ولا لا. بعمل إيه بقى؟ بعمل حاجة اسمها توبولوجي، بعمل حاجة اسمها توبولوجي عشان أعرف أنا العناصر اللي أنا رسمتها بالغلط أكتر من مرة، العناصر اللي هي وأنا برسمها في سوء للرسم بتاعي أو كده يعني. بقولنا له كده، بص بقى السليكشن
فيها شويه ادوات في السليكشن لطيفه قوي. في اولا طبعا اقول له كلير سيلكتد اوبجكتس، لكن انا ممكن اعمل سيلكت باي لوكيشن او سيلكت باي اتريبيوت، او ان انا اعمل سيلكشن على طول على الايه من الخريطه او من الجدول حتى لو انا عايز. ففي شويه ادوات كده ايه، او ان انا ممكن كمان على لاير منهم اقول له ايه، شوف هنا كده اقول له ايه سيت سيلكت اول، او ان انا اقول له لو انا في وضع اديتنج طبعا هيبان اكتر، اقول له ايه خلي بس الايه الايه اللاير دي بس هي اللي سيلكت سيت سيلكتبل لاير بس دون على الباقيين. فانا السليكشن هنا برضو في شويه ادوات زي ما بحكي كده دوت ايه لطيفه يعني. لو انا عايز اغير الالوان اقدر اغير الالوان، خلينا نغير الالوان من هنا كده، اخلي ده لون اورنج شويه، الحدود بتاعه الرسمه ارفعها شويه اخليها بالاسود، يعني ايه اقدر اعمل ايه اظبط الكارتوجرافي او الاخراج بتاع الخريطه زي ما انا عايز. اللون البنفسجي دوت شكله شويه صعب، خلينا نعمل لون جراي كده ولا حاجه. مثلا دي الارصفه كويس، خليني اضيف كمان مثلا اللاير بتاعت الشوارع. دي كده اللاير بتاعت الشوارع. ممكن اضيف كمان لو عندي خريطه اوتوكاد ولا حاجه تمام ممكن اضيفها، بس هي ما بيبقاش فيها اي معلومات يعني، انا بس فقط المعلومه اللي فيها، واخليها كمان جراي كده خفيف كده، خليها ارفع شويه عشان ايه ابقى انا شايف الخريطه بشكل ايه بشكل كويس يعني. فدي الخريطه بشكل عام، ودي المنطقه اللي احنا نمره 5، ودي المنطقه نمره 2، ومنطقه نمره 1، المناطق اللي احنا ايه اتكلمنا عليها. طيب احنا كمان المره اللي قبل كده اتكلمنا على ان احنا ممكن نضيف ايه، نضيف صوره فضائيه. ها خلينا برضو نضيف صوره، احنا جبنا صوره نظبطها كمان مش بس نجيبها. دي تمام هي جايه مظبوطه كمان تقريبا مش كده ولا في الستريتس تقريبا مظبوط. بدرجة كبيرة هي جاية ايه مظبوطة كوردينيتد، لأن احنا المرة الماضية حاولنا نظبطها على قد ما نقدر يعني. طيب يبقى أنا عايز الطرق ديت عايز أديها أو الأرصفة دي عايز أديها شفافية، هقول خصائص ديسبلاي بروح على قائمة ديسبلاي صفحة ديسبلاي وأقول له أنا عايز ديسبلاي مثلا 50%. أوكي. على اللي رنين بقى الرمادي دي اللي أنا كنت حاططها بلون إيه؟ رمادي. الأوتوكاد الخلفية عايز أجيبه تحت الصورة الفضائية فوقها. تمام. أنا أقدر أتحكم في الإيه؟ في العرض بتاع العناصر اللي انا عايزها. هنا مثلا خليني الغي الليبلنج، مش عايز اعمل ليبل خلاص هنا ولا دي مش محتاجه دلوقتي مثلا، او ايه الغي الليبل. طيب يبقى انا كده حطيت ثلاثه لايرز اللي هم الثلاث مناطق دول، الخضره دي والاورنج والليبل.
صفراء الكريم ديت، وحطيت الصوره الفضائيه، وحطيت خريطه اوتوكاد كده اوليه يعني، وحطيت الطرق اللي انا حطيت، وحطيت الارصفه والكلام. انا بحط بقى داتا للرصيف، طبليت بتاعه، الفرش، العناصر الفرش، ممكن اضيف عناصر فرش في صوره بوينتس، او ان انا اقول بقى في اناره، في فرش، في مش عارف كذا، في كذا، على كل ايه عنصر من العناصر. الشوارع برضو نفس القصه، الشوارع هم دول مجموعه من لو بصيت عليهم كده على الجدول بتاعهم، كل شارع معمول له ايه؟ مجموعه، يعني مجموعه من الايه؟ كل شارع عباره عن ايه؟ عباره عن بوليجون في ذات. يعني انا اخترت ده كده وقلت له زوم تي عليه، زوم تو سيلكتد اهو، دي الجزئيه دي من الشارع. ففيها بيانات بقى، فيها اسم الشارع ايه، وفيها اذا فيها حاجه، اذا فيها سوفت سكيب ولا لا، فيها فرنتشر ولا لا، فيها يعني ايه، في بيانات خاصه بالشارع اقدر احطها، في بيانات خاصه بالرصيف اقدر احطها، يعني ايه كل بوليجون هنا هو حسب ما انا عايز بقى. انا اللي بحدد الايه العناصر بتاعته. طيب خلينا نبص تاني على الباوربوينت اللي احنا كنا اتفقنا ان احنا هنعمل ايه، هنمشي على خطاه. يعني عندنا اول حاجه ان احنا نعمل سيلكشن، تمام. انا اعمل سيلكشن ازاي بقى؟ وان انا اعدل نظام الاحداثيات. انا دلوقتي اشتغلت على من هنا، هو قلنا نظام الاحداثيات انا بعمله منين؟ انا بعمله من نروح بقى كده على الكونكشنز. ان انا باجي على الفيتشر داتا سيت دي واقول له رايت كليك كده بروبريتيز، تمام، واختار نظام الاحداثيات اللي انا عايزه. اللي اختاره هيظهر لي هنا، شوف هنا بيقول لي لا خلي بالك ده غلط الظاهر، تمام. اللي اختاره، تمام، هو اللي ايه، هو اللي هيظهر لي هنا بياناته. خلصت اقول له ابلاي واوكي. يبقى انا ممكن اعمل ايه، اغير نظام الاحداثيات. اهم حاجه انا قلت لك طبعا الايه نظام الاحداثيات بتاع ايه، بتاع منطقتنا السعوديه والكويت وقطر ومصر وبتاع. اهم حاجه ان قاعده البيانات يكون كل العناصر اللي جواها اللي داخل قاعده البيانات كلهم لهم نفس نظام الاحداثيات اللي انا هشتغل عليهم. عشان يعني هو نظام الاحداثيات زي ما قلنا كده عباره عن ايه، مجموعه من المعادلات الرياضيه اللي بتحسب الايه الاحداثيات. فانا عايز كل الاحداثيات تبقى محسوبه بنفس المعادلات، والا لما اجي استخدم حاجه بمعادلات وعلى اركبها على حاجه بمعادلات ثانيه هديني ايرورز. واحيانا في بعض الاحيان البرنامج ما يعرفش يظهرها حتى يورهاني. فده اللي هو ايه، ازاي ان انا اعدل نظام الاحداثيات. الحاجه الثانيه اللي بعد دي ان انا اعمل ايه بقى، ان انا اروح على الايديتور ده اللي هو الشريط بتاع الايديتور، كويس، واقول له ايه ستارت ايديتنج. لما اقول له ستارت ايديتنج، لو عندي اكتر من داتابيز، انا ما عنديش غير داتابيز واحده فما اسالنيش، هو راح فتحها. لو عندي layers دي موجوده من اكتر من داتابيز، هيروح ايه، هيبتدي ايه يسالني، يقول لي انت عايز مين فيهم. فمبدئيا كده هو فتح الداتابيز عشان ايه اعدل عليها. لما اعدل وانتهي باجي هنا اقول له ايه سيف اديتس وستوب اديتنج. ستوب اديتنج ليه بقى ستوب اديتنج؟ لانه طول ما انا فاتح الملف بتاع الداتابيز هو بيعمل ملف معاه جنب منه لوك. اللوك ده يعني ما فيش اي برنامج تاني، يعني ما افتحش انا بقى الملف، ما اقدرش افتح الملف تاني باي برنامج تاني، لانه خلاص هو لوكد ده للسيشن اللي انا بشتغل فيه دلوقتي. يبقى لما بنتهم التعديلات بقول له ايه سيف اديتس وستوب ايه ستوب اديتنج. طيب نرجع تاني للايه التعديل، تحديد العناصر. تحديد العناصر بيتم من طريقتين، ان انا امسك العنصر كده، بص هنا كده ايه، مسك كذا عنصر من كذا لاير، ها شايف، مسك حاجه، مسك الرصيف ومسك المبنى. فانا عايز اعمل ايه، عايز اقول له مثلا يعني لاير واحد دي اجيبها فوق شويه كده عشان تبقى باينه بالنسبه لي، تمام، واحده يعني. وبعدين
في السلكشن اقول له ايه؟ اقول له كلير سلكشن كويس، وبعدين سلكشن ميك ذس ذا اونلي سيلكتبل لاير. يعني ايه؟ يعني خلاص انا هي دي بس اللي انا ايه اللي انا اعمل سلكشن منها. هاجي هنا اقول له كلير سلكشن، تمام. لما اختار بقى هنا مش هيتم الاختيار غير منين؟ من العناصر اللي انا ايه اللي انا اختارها، اختار مش من اي لير تاني. ما هو في لير تاني بتاعت الرصيد، لا انا حتى لو عملت كده بص كده بنفذها، تم التحديد للايه؟ للعناصر فقط اللي على اللير اللي انا محددها ان انا اختار منها. طيب يبقى انا ممكن اختار منين؟ اختار من الـ من الـ من الشاشه على طول كده، او ان انا اروح اقول له ايه؟ تيبل، وريني الجدول بتاع البيانات، واروح احدد زي ما عملنا كده المره الماضيه، احدد كده مثلا هدي العناصر الايه؟ العناصر اللي بدون بيانات مش كده؟ كل دي عناصر ايه؟ بدون بيانات. طيب انا عايز اعرف بقى، عايز الرسم بتاعي دقيق ولا سيء ولا عامل ازاي يعني؟ فبعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها، انا اروح اكتبه في كونتنس ثاني واقول له كلير سيلكشن، بعمل حاجه اسمها توبولوجي، هقول له ايه؟ كلير سيلكشن، تمام. واروح على الارك كاتالوج، على الفيتشر داتا سيت ديت، وهقول له ايه؟ رايت كليك اللي هي النمره واحد دي، وهقول له هنا ايه؟ نيو، تمام، واختار توبولوجي. حلو، كانت كريت توبولوجي ان ذا سيلكتد فيتشر ده بيكوز ذا فيتشر داتا سيت از ناو ان يوز باي ايه؟ انذر. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ زي ما قلت لك انا لازم اعمل ايه؟ اقفل الداتا بيز، اقول له ستوب اديتنج، تمام. انا كده قفلت قاعده البيانات خلاص. اما اروح بقى هنا تاني واقول له انا عايز اعمل توبولوجي، نيو توبولوجي فيتشر داتا سيت از ان يوز باي انذر ابلكيشن او يوزر كانت اكواير سكيما لوك. طيب احنا قفلنا الداتا بيز مش كده؟ خلينا نروح على الثانية دلوقتي نشوف كده يحصل ايه. لو كده يبقى لازم نروح من ايه؟ توبولوجي، برضه نفس القصة. طيب خلينا نقفل ده، سيبه الأول، سيبه الايه؟ سيف از اكس دي، نسميه ايه؟ تيست، تمام، في الكورس فايلز. خلينا ماشي، واروح على الارك كاتالوج، واجي هنا اقول له ايه؟ صدق بقى هو ما كانش عايز يشتغل عشان انا فكك الداتا بيز هنا وهنا مرتين. طيب ادي التوبولوجي اهو، بقول له ايه؟ اعمل لي توبولوجي سواء هنا او هنا هتشتغل يعني في الناحيتين. اقول له نكست، وبعدين اللير الجديده اللي هتطلع هنسميها ايه؟ نفس الاسم بس توبولوجي. وادي الايه؟ الديسيميل ديجريز اصغر حاجه، تمام. وانا عايز اعمل التوبولوجي لللاير دي كويس، وبعدين هي ديت البتاع ده. وبعدين بيقول لك ايه؟ انتر ذا نمبر اوف رانكس من 1 ل 50 للايه؟ للزد بروبريتيز، ماشي هنخليها 1. نكست، وبعدين هنا بقول له ايه؟ اد رول بقى. ايه هي الرول بقى؟ ايه هي القاعده؟ قاعده بين العناصر انه ايه؟ انه ممكن يبقى الماست نوت اوفرلاب، يعني ايه؟ ما يجوش فوق بعض العناصر، لازم يبقوا جنب بعض. او نوت هاف جابس، ما فيش فاضي بينهم. او ماست نوت اوفرلاب ويز مش عارف ايه، يعني اوفرلاب بمسافه يعني. او ماست بي كفرد باي، لازم تبقى كلها جوه حيز معين، يعني مثلا عندي مجموعه مباني جوه حدود الحي، فاللي يطلع بره الحي ده يبقى هو ايه؟ مش منطبق يعني.
انا هقول له ايه ماست نوت اوفرلاب عشان اشوف الايه الجوده بتاعت الايه بتاعت الرسم بتاعي. خلصت كده اقول له فينش، هو بيعمل الكالكوليشنز بتاعته وبعدين بيقول لي نيو هاز بين كريتد وود يو لايك تو فاليديت ات ناو. اقول له ماشي، بيعملها فاليديشن يتاكد منها مره ثانيه وهيبين لي ايه دلوقتي ايه الايرورز، هيحطها لي في ايه في رسمه برضه. طيب هروح كده اقول له ارك ماب تاني. انا خليني اقفل الارك كاتالوج اللي بره ده عشان ايه، خليني اشتغل من جوه الارك ماب عشان ما بقاش فاتح الداتا مرتين يعني. انا هشغل التست دي اللي كنا شغالينها من شويه. نروح على التيبل اوف كونسيستنس. خليني بقى كده بص كده اوريك حاجه برضو المره دي. هو شوف كده، احنا المره الماضيه حاولنا نعمل من الارك كاتالوج اهو ان احنا نعمل اللير اس 1 ديت توبولوجي وما ينفعش. خلينا نشوف اس 2 دي لو عملناها توبولوجي دلوقتي بعد ما قفلنا الايه الارك كاتالوج. نيو توبولوجي تمام من هنا اهو اس 2 توبولوجي هي اللي هي اللير اللي هي دي تمام، وادي اللي هو جابها اهو خلاص. والرول هقول له ايه must not overlap. اوكي نكست فينش. يعني ممكن اعملها من الارك كاتالوج او اعمل الايه التوبولوجي ده من الايه من الارك ماب يعني. طيب دلوقتي انا عايز اضيف التوبولوجي هنا عشان اشوفه التوبولوجي ده بقى اتعمل فين. اهو دي اس 1 التوبولوجي اللي عملناه من الارك كاتالوج من البرنامج اللي قفلناه. Do you want to add the feature class؟ هي already موجودة. يبقى اللي بالأحمر ده دي حاجات حصل فيها إيه overlap. طيب أشوف التانية بقى اللي عملناها من هنا اللي هي ديت، هقول له add تاني وأجيب الـ S2U ديت أو urban S2. عايز تضيف الفيتشر، هو عايز يضيف المشاكل مع كمان الايه مع طيب هي المنطقه 2 دي اللي هي دي تمام ما فيهاش اي مشاكل يعني هكذا تبدو يعني. ما فيهاش مشاكل، المشاكل موجوده فين؟ في المنطقه دي. طيب المشاكل دي حلها ازاي بقى؟ هقول لك انا حالا. هروح اقول له ايه على فين اللير اس 1 اللي هي دي، هقول له دي ست ايه ميك ذيس اونلي سيلكتبل لاير. حلو، واقول له انا عايز اعمل ايديت ستارت ايديتنج. هغير بقى في الداتا. طيب انا عندي هنا دي مكرره مع الايه مع دي، شايفها دي جايه مره كلها بالكامل ومره ايه دي منها. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد دي كده واروح هنا في الايديتنج اقول له ايه كليب. اسف لازم اختار الاثنين مع بعض تمام واقول له كليب. لا مش نافع، هو قصها بس ساب حته بقى يعني، هو كده قصها بس ساب وصفه صغيره. يعني لو طفينا التوبولوجي هلاقي ايه ان هو دي، اسف يعني دي كده لما اختارها تجيب الحته النص ده، ودي لما اختارها تجيب النص ده وشريط رفيع قوي من الايه بره هنا كده. فانا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لك انا عايز اشيل دول خالص،
طب باجي اعمل ايه؟ باجي ابتدي اعمل ايديتنج بقى، اقصقص بايدي يعني، اضغط ماوس كليك كده واقول له ايه ايديت فيرتسز، واروح جاي على دي كده واقول له ايه ديليت فيرتكس، حلو، واجي على دي واقول له ايه ديليت فيرتكس، مش عشان دي الحمراء الاولانيه مش عايز ايه اشيلها، فانا هجيبها هنا كده، شوف كده خلاص راحت. يبقى انا اقدر ايه اعمل اعدل الايه، فين تاني؟ خلاص التوبولوجي بتاع S2 ده ما خلاص ما طلعش فيه حاجه ما فيها مشاكل. طيب شوف هنا مثلا، شوف هنا كده في عندي مبنى هنا فراغ هنا مظبوط، هقول له ايه؟ edit clip ده كده، شايف دي؟ همسحها، يبقى هو فرغ لي الايه؟ فرغت بيها الايه؟ الوحده دي. دي كمان نفس الحكايه، هقول له كليب، تمام؟ شال الايه؟ فرغ الايه؟ الفراغ اللي تحتها. هو كان التوبولوجي في حاجه هنا باين تقريبا، اه بس ده هو ده يعني ايه، ده مبنى مش ده كده رصيف المفروض، مش ايه مش مع يعني مبنى هنا بس، فانا ايه شلته، وكمان هنا في مبنى ما كانش موجود بقى، شوف المبنى ده ما كانش موجود، تم اضافته ولا حاجه، خليني انا عايز اضيف المبنى ده، عايز اضيف المبنى ده، يبقى انا كده ايه الاول ظبطت الاكيورسي، شوف كده خلينا نراجع اللي هو الايه، عملنا التوبولوجي تمام، تعرفنا نعمله ازاي، وهنشوف دلوقتي بقى ازاي انا ايه اعمل ايه، اعمل كرييت وعملنا كليب، وهنشوف دلوقتي ازاي نعمل ايه بقيه العمليات المختلفه. في مجموعه الحقيقه من العمليات الايديتنج من ضمنها، يعني انا هقول لك دلوقتي كده هنروح على ايه، في مثلا السنابنج اوبشنز هنا، هو مثلا السنابنج ده ممكن زي الاوتوكاد كده، بيعمل سناب على بوينت، بيعمل سناب على نهايه خط، بيعمل سناب على خط، او بيعمل سناب على ايه، على ايدج بتاع 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 بفر بتاع حاجه، عناصر غير اللي هي ايه البوليجونز يعني. يبقى دي السناب تمام، الايديتنج ويندوز هقول له ايه، انا عايز اعمل ايه كرييت فيتشر، كرييت فيتشر، طيب اني فيتشر، انا عايز اختار الفيتشر، هقول له على دي، هعمل كرييت على دي تمام، وابتدي اعمل ايه، ارسم بقى كده، بص كده امشي كده هنا كده خلصت، يا اضغط اف 2 يا ام اقول له ايه فينش سكتش. طيب هعمل واحد تاني كمان اللي البتاع ده فين واحد بقى تاني من الاديتور، اقول له ايه ويندو كرييت فيتشر، واختار الليير اهي تمام، وبعدين تحت بقى بيوريني شكل الفيتشرز اللي هم عايز اعمل بوليجون، عايز اعمل ريكتانجل سيركل اليبس، مش عايز فري هاند زي ما انا عايز يعني. فانا هرسم بقى ايه هنا، انا عايز الغي كل سناب ده عشان ايه بيلقط على حاجات ممكن يطلع لي الشكل غير ما انا عايز يعني، كده كده خلصت، اضغط اف 2 يقوم ايه يثبت لي العنصر ده. طيب اسف احنا فين، احنا ضفنا العناصر دي فين في الجدول ده بتاع اس 1 اي دي، مظبوط كده، هقول له اوبن اتريبيوت تيبل واقول له وريني السيلكتد بس هنا، شو سيلكتد اونلي، هلاقي ايه انه الجدول انضاف بس ما فيهوش بقى اي دي وما فيهوش بيانات كتير قوي، ما فيهوش ايه، ما فيهوش كل البيانات زي الباقي زي اخواته يعني، شوف بقيه العناصر هتلاقي لها ايه، لها بيانات هنا، عدد الادوار مش عارف ايه الكلام، انا ممكن ادخلهم يدوي، اه ممكن ادخلهم يدوي يعني، مثلا ايه عدد الادوار مثلا، انا هقول ده واحد، سيف اديتس
في كذا طريقة الحقيقة. في ممكن أنا أعمل typical floor number هنا. لا ده البتاع ده دوز ده الـ number of floors صح كده؟ وممكن من هنا أقول له خلينا معلش إحنا إيه نروح على الإيد التاني والفضائية بتاعت عدد الأدوار سيف إيديتس ستوب إيديتنج بعدين تاني مرة بقى ستارت إيديتنج تاني واختار العنصر ده خلينا دلوقتي نكمل عشان ما نخرجش بره الحكايه. احنا دلوقتي عملنا السناب تمام وعملنا كرييت والكليب مش كده؟ طيب لو انا عندي عنصرين بس زي ده كده وده المفروض ان لهم داتا واحده مش ما يعني دول دي بوابه يعني حاجه على بعضها. فانا باجي هنا اقول له ايه؟ ميرج او يونيون. ميرج دي هيسالني على الداتا بين بتاعتهم عايز على هو في اثنين بوليجون واحد رقم 33 واحد رقم ايه 44 خلينا اقول له كده خلينا كده 33 و44 هقول له ايه كده edit merge هخليهم ايه الاثنين 33 اوكي خلاص دمجهم لي يعني الحين دلوقتي هم عنصرين بس هم في الداتا بيز لهم ايه؟ لهم بيانات واحده بس مش مكرره. نرجع تاني هنتكلم على الداتا لما نيجي ايه في الشريحه اللي بعد دي. طيب عمل ازاحه اضافه المصورات الفضائيه احنا عملناها قبل كده عملنا ايه؟ عملنا الخريطه ديت من خلال ايه قلنا ان هو ايه في عندنا حاجه اسمها سبيشال الاينمنت سبيشال الاينمنت من خلال السبيشال الاينمنت ده باجي على الجي بي جي اقول له ايه حاجه اسمها يس شوف كده العمود الشريط الادوات ده اسمه ايه اسمه جيو ريفرنسنج بختار اللير اللي انا عايز اعمل لها جيو ريفرنسنج عاده بتبقى ايه؟ الصوره الفضائيه الصوره دي النقاط بتاعتها اهم دي نقاط الايه؟ الضبط بتاعتها اللي عملناهم قبل كده لو انا عايز اعمل نقاط اضافيه بعمل نقاط اضافيه يعني ممكن انا اعمل كده خلينا اطفي الباك جراوند دي النقطه رقم واحد اهي ممكن اعمل نقطة تحت في هقول لك مثلا دي الشوارع اهي انا عايز اجيب ايه النقطة دي اختار كده عايز اجيب النقطة دي هنا حرك لي الايه الصورة الفضائية كلها جابها لي ايه في الـ عند نقطة خمسة دي اللي هي النقطة الخمسة نركبها مع بعضها لو انا عندي حاجة تاني هنا مثلا عايز اجيب ده كده واشغل اللير تاني بتاعت الطريق عايز اجيبه هنا تمام فانا ايه كده ايه بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الطريق ده عايز اظبطه هنا هتلاقي في نقطه فوق احنا حاطينها نقطه واحد دي مثلا عايزه تتمسح ولا حاجه ولا دي نقطه كام دي بصفر بس مش عارف خلينا نشوف التيبل بتاعت التيبل مش
خلينا نقول دي ثبتها واحد ثبتها دي نمرة أربعة أربعة مش وحشة يعني أقصد إن أنا ممكن النقاط دي ممكن اللي مش عاجبني منهم أشيله تمام وأعمل غيره يعني لو أنا مش مرتاح لهم يعني ممكن مثلا نقطة اتنين دي أمسحها وأخلي مكانها نقطة سبعة دي مثلا اللي هي عاملها دلوقتي شوف هعمل إيه هي مظبوطة الحقيقة مش عارف أعمل فيها يعني يستحسن طبعا ان الخط تبقى ايه مش قريبه من بعض على قد ما اقدر ان الخط تبقى ايه بعيد عن بعضها شوف هنا ابتدت ايه ابتدى الطريق يظبط اكتر على في البتاع ده لما شلت النقطه اللي فوق شايف ده برضو ابتدى يظبط كمان ايه اكتر مع الطريق كان مترحل لفوق خالص لما خلصت كده بعمل ايه بقى اقفل دي مش عايزها خلاص واروح قايل له ايه ابديت جو ريفرنسنج او ريكتفاي ريكتفاي دي هيسيف الفايل هسيف الفايل تاني هسيف الايه ده هعيد بمعادلات بقى وبتاع وكلام من ده وسيفها في ملف تاني والجديد ده هو اللي هستعمله يعني شوف هنا هو ايه هتطلع ايه 2 5 1 اهي وهيحطها لي فين بقى هيحطها لي جوه الداتابيز هنا الام دي بي ماشي خليها جوه الداتابيز جوه الداتابيز يعني انا ممكن اعمل لها حاجه من اتنين يا يعني اما ريكتيفاي او ان انا اعمل لها ايه ابديت ابديت يعني ايه يحدث النقاء يحدث يعمل زي نوع من الشد والمط كده للصوره بحيث ان هو ايه يحركها يظبطها بمعلومات النقاط اللي انا بحددها طيب يبقى احنا كده ايه حطينا خلينا نغير اللون دي خليها لون غامق بس يكون مميز شويه عشان ما فيش طيب يبقى احنا عرفنا التوبولوجي وان انا ممكن ان انا اعمل كات كليب وان انا اعمل ميرج وان انا اعمل ممكن كمان اعمل بص كده خليني اقفل ده انا مش عايزه دلوقتي نفترض يعني ان انا عندي المبنى ده احنا دلوقتي شغالين ايه بنعمل ايديتنج هقول له سيف ايديت خلاص كويس هفترض يعني ان انا عندي ايه المبنى بتاعي ده هو ما هوش كده المبنى ده حتتين المبنى ده حتتين فباجي اعمل ازاي بقى؟ باجي اقول له هنا كده الاداه دي اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ كات بوليجون تول حركها هنا اهو واشغل بقى السناب عشان اعرف اشتغل. وهقول له سنابنج سناب تول بار واشغل السناب. تمام؟ وراح جاي على الايدج ده كده وراح حاطط هنا كده واضغط اف 2 او ان انا ايه اقول له ايه فينش سكتش هيعمل لي عنصرين. طب في الجدول بيعمل فيهم ايه بقى العنصرين دول؟ بص كده معايا. بيكرر نفس المعلومات. بيكرر نفس المعلومات بتاعت العنصر. فانا لو عايز اغير بقى هنشوف دلوقتي حالا هنغير ازاي. ماشي؟ يبقى انا ممكن ايه؟ يعني ممكن اعمل ايديتنج، ممكن ارسم عنصر جديد، ممكن اعيد تشكيل عنصر من العناصر، يعني مثلا يعني العنصر ده ما هوش كده في تحت منه الخريطه اللي تحت منه فاعمل ايه؟ هقول له ايه؟ edit vertices وراح شادد دي كده شادد دي كده وجايب دي هنا كده وبعدين ضغطت اف 2 خلاص يبقى انا كده ايه غيرت شكل العنصر اللي انا ايه اللي انا مرسوم يعني يبقى انا ممكن ارسم عنصر جديد زي ما عملنا في التوبوليجونز دول ممكن اقسم عنصر ممكن اعمل ايه ممكن اعمل كليبنج ها
افرغ بيه، افرغ بعض الاثنيه وكده، وممكن اعمل كات لايه لبوليجون اقسمه اثنين وابتدي اخش على الايه كل واحد احط له البيانات بتاعته. لو انا ايه ابتدي اعدل البيانات، احنا كل ده بنتكلم في الادوات بتاعه الايه الرسم او المعلومات المكانيه، ها اللي هي الخريطه يعني البوليجونز بتاعت الخريطه. احنا ما اتكلمناش بقى على احنا مركزين قوي دلوقتي اللي بنعمله ده على الخط والنقطه، هو طبعا بيتعمل هو نفسه يتعمل على الايه على على البوليجون. البوليجون اعقد شويه. فاحنا شفنا الايه العمليات المختلفه بتاعه الايه بتاعه الحاجات المكانيه، تمام. الخطوه اللي بعد دي بقى ان انا اشتغل على الايه البيانات الايه الوصفيه. البيانات الوصفيه ايه هي البيانات الوصفيه؟ احنا قلنا برضه خلينا نتكلم كده مع بعض واحنا فاتحين كده، فين التيبل؟ اي واحده تيبل فيهم ناخد اس 1 دي هو ده الاتريبيوت، وريني كل العناصر. خد بالك الايه لازم تعرف ان ايه. طيب اس 1 دي احنا مش هي مشبوكه صح؟ احنا شبكناها ايه ببيانات، تمام. في عندي عدة أنواع من البيانات. باختصار كده في أربع أنواع. النوع الأول الأرقام. كويس؟ 1 2 3 4 زي ما أنت عايز. النوع الثاني الأرقام اللي فيها إيه؟ كسور عشرية. الأرقام اللي فيها كسور عشرية. 1.7 من 10، 3 و88 من 100، كلام من كمان الحروف التكست بقى. خد بالك الارقام ممكن تبقى تكست، الرقم ممكن يبقى تكست، بس لو تكست انا ما اقدرش ادخله في عمليات ايه؟ في عمليات حسابيه. يعني على سبيل المثال يعني هقول لك كده مثلا انا عايز ايه؟ اضيف جدول، اضيف عمود هنا. كويس؟ لما اجي اروح هنا الاقي الاد فيلد اد عمود دي مش موجوده، الفيلد ده اللي هو ايه اد فيلد مش موجوده ليه؟ عشان انا مفكك الداتا بيز اشتغل عليها. اشتغل عليها دلوقتي في الخريطه، هقول له سيف اديتس كويس؟ وستوب اديتنج. لما عملت ستوب اديتنج هلاقي اد فيلد بقت ايه منوره تشتغل، هقول له اد فيلد. الفيلد ده هختار اسمه هقول له ايه؟ تيست. بص بقى دي الانواع الايه المختلفه. في الشورت انتجر اللي هو ايه كسر قصير من عدد ديجيتس صغير، او لونج انتجر تمام اللي هو الايه ارقام الكسور بتاعتها كبيره تمام، او اللي هو الدبل اللي هو برده ايه اللي هو ارقام ما فيهاش الفلوت والدبل، دي ارقام ايه؟ ارقام صحيحه ما فيهاش كسور. او تكست او ديت او بلوب، بلوب ده اللي هو او راستر تمام او جايد. هنشوف دول ايه بالظبط، بس خلينا نشوف التكست. التكست في عندي انا هنا بحدد له ايه الطول بتاع الايه؟ بتاع التكست. هو طبعا الداتا بيز عشان تبقى سيرشبل وعشان تبقى مانجبل ويبقى وقت الكالكوليشنز فيها مش كبير، يستحسن ان انا ايه استخدم الاختصارات عوضا عن الايه عن البيانات. يعني ما احطش بيانات وصفيه في جمل. يعني الستاندر ان احنا بنعمل ايه الفيلد او العمود بيبقى ايه مثلا ايه 50 حرف، 50 حرف ممكن نخليهم 70 ممكن زي ما انا عايز يعني. وبعدين الالياس ده اللي هو الاسم اللي هيظهر لي في ايه؟ في ال مش الاسم بتاع الكالكوليشن بقى، مش الاسم بتاع الكالكوليشنز، الاسم اللي هيظهر لي هنا فوق في التيبل هنا. لكن الاسم الفعلي بتاع الداتا هيبقى ايه؟ هيبقى هو ده. طيب لو قلنا احنا عايزين لونج انتجر او شورت انتجر، خلينا نقول انتجر تمام؟ وكمان ممكن احط له ديفولت فاليو، خلينا مش هنحط ديفولت فاليو ولا الياس كمان، هخليها تيست وخلاص. فهو ايه كده عمل لي ايه؟ عمل لي اس 1 اي دي تيست، ده الفيلد اللي هو ايه؟ اللي هو ضافه. طيب انا عايز بقى الفيلد ده هقول له كده عايز ايه بدل ما انا اقعد
اكتب فيه رقم هنا مثلا، اقول له كده لازم اعمل الايديتنج، ستارت ايديتنج. ممكن حاجه من اتنين بقى، بص كده، لو انا ممكن اقول له فيلد كالكوليتور، تمام، او ان انا اخش ايه اعدل الرقم بره. لازم اعمل ايه؟ ستارت ايديتنج عشان هعدل البيانات بقى، وابتدي اكتب كده ايه 23 16، تمام. وهنا برضو نفس الحكايه، ولا دي عليها لوك ليه؟ مش اه شوف بقى، عارف التيبل ده عليه لوك ليه؟ هقول لك انا، التيبل ده كله جوينت، يعني ايه؟ يعني مش موجود في الفيتشر داتا سيت، مش موجود في البوليجونز دي، بيانات مش موجوده هنا، بيانات موجوده فين؟ في جدول، في الجدول، يعني عايز اعدلها لازم اروح على ايه؟ على التيبل بتاعنا، فين التيبل؟ احنا نزلنا التيبل من هنا. ولا ما نزلناهوش هنا؟ نزلناهوش هنا. بس احنا هو موجود عندنا في الداتا بيز، خلينا نفك كده الارك كاتالوج ونجيب التيبل. فين الاس 1؟ ادي التيبل بتاع الاس 1 اهي، راح جاي بحطه هنا. خلاص بقى موجود هنا الاس 1، هو ده الفيلدز بتاعته. لو انا عايز بقى، بص كده معايا الحكايه دي مهمه قوي بقى، التيبل ده، التيبل ده او الجدول ده، البيانات اللي فيه دي كلها مش اديتابل. ليه؟ لانها مشبوه معمول لها جوين بس، انما مش هي مش امبيدد دلوقتي في الفيتشر كلاس ده. وممكن في اي لحظه، شوف كده، ممكن في اي لحظه اقول له ايه؟ اقول له ريموف، ريموف اس 1. اما اعمل له ريموف بقى اشوف التيبل، هلاقي التيبل هم ايه؟ الكام كولوم اللي هم اصليين، واللي ايه؟ واللي انا ضفته على الايه؟ على الفيتشر داتا سيت. طيب لو انا عايزه بقى يبقى دايم، خلاص هشبكه مره واحده ويبقى ايه؟ ده جزء من الايه؟ كل واحده الداتا بتاعتها جواها خلاص. طب اعمل ايه؟ بروح كده تاني واعمل جوين مره تانيه. بالبيلدنج اي دي الاس 1 بيلدنج ان، اوكي خلاص، اتاكد ان هم جم وجم مظبوطين، تمام جم مظبوطين هم. وبعدين اعمل ايه بقى؟ بص هعمل ايه؟ هقول له ايه؟ داتا هنا، اما اعمل رايت كليك هنا يطلع لي ايه؟ قايمه، اقول له اكسبورت داتا، اكسبورت داتا، اصدرها تاني بقى، هسميها ايه بقى؟ هخليها هنا واقول له ايه؟ اس 1 ويز داتا. انا كتبت اسم كبير طبعا، ما ينفعش احط في سبيس فيها، هديني ايرور. فانا ايه؟ سميت اي اسم، حلو؟ واقول له سيف، اوكي. يو كانوت كرييت ليبل كوماند ان اديتبل ورك سبيس، يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي فاتح الداتا بيز بعدل عليها، هقول له سيف اديت، ستوب اديتنج، تمام، وابتدي من هنا مره ثانيه اقول له ايه؟ داتا سبورت داتا. يبقى انا ما اقدرش اعدل على الداتا بيز في اكتر من، يعني ايه؟ في اكتر من سيشن. لو انا فاتحها بعدل عليها البوليجونز والكلام ده، ما اقدرش ايه؟ اعدل فيها في الداتا بتاعتها. هقول له مثلا اس 1 داتا سيف، اوكي. بيقول لي بقى هي اتكونت خلاص، عايز اضيفها؟ اقول له اه. لما اجي اضيفها بقى هنا كده اشوف بقى الداتا، الاقي بقى الداتا كامله هنا، شايف؟ جت البيانات ايه؟ بالكامل. لو اخترت كده اي كولوم وقلت له ايه؟ ديسندنج، هيجيبهم لي ايه؟ من اولهم لايه؟ لاخرهم. في كام واحده هنا اللي احنا قلنا عليهم ان هم ايه؟ اوفرلابد وحاجات كده متكرره وحاجات زي كده، اللي فيهم مكان المشاكل. الاثنين اللي احنا ضفناهم دول ما لهمش لسه بتاع ده، كمان دي الظاهر متكرره مرتين ودي متكرره مرتين. ما انا كل ما اعمل، وانا بشتغل في الاوتوكاد، لما كنت بشتغل وبعمل امر بوردر اوت لاين بي او بي او، وافضل اضغط اضغط اضغط، كل مره يعمل لي ايه؟ بوليجون فوق بوليجون فوق بوليجون. لما بجيبهم هنا يطلعوا لي تيبل، يطلعوا لي تيبل في التيبل كده، يطلعوا لي داتا مش مظبوطه يعني. فانا هعمل ايه بقى هنا؟ اقدر اعمل ستارت ايديت. خد بالك بقى هنا، دي الجدول بقى كله حاجه واحده، دلوقتي الداتا كلها بقت ضمن الايه؟ يعني التيبل، التيبل مع الرسمه صاروا ايه؟ تيبل واحد. هقول له ستارت اديتنج،
تمام. وبعدين ابتدي ايه اشوف بقى انا ايه هنا مثلا دي او اعمل كده شوف كده واقول له سيلكتد دي واحده ولا اثنين؟ دي واحده بس. طب هو دي ملهاش باقي داتا ليه؟ مش عارف. طيب دي واحده ولا اثنين؟ واحده. طيب دي واحده ولا اثنين؟ واحده برضه بس ملهاش داتا. ها شايف؟ طيب هنروح كده نرجع تاني نعرض البيانات كلها. وانا عملت كولوم هنا وسميته تيست. هقول له ايه؟ انا عايز التيست ده هقول له فيلد كالكوليتر. هحسب حاجه بقى، هحسب ايه بقى؟ هقول له مثلا ايه؟ من نمبر اوف فلورز ده هضربه في كام مثلا؟ في 3.5. هعتبر انه ايه؟ انا عندي الدور 3.5 متر، اجيب ارتفاع المبنى. تمام؟ في 3.5. ممكن اقوله كمان اضيف ايه الدروة كمان 1 زائد ده كده اشوف هيحصل ايه. ما حسبش حاجه خالص. عارف ليه؟ هقول لك انا. لانه لو احنا وصينا كده على الفلور نمبر، احنا عملنا فلور نمبر عملنا ايه؟ استنى كده، احنا عملنا نمبر اوف فلورز عدد الادوار صح؟ طيب شوف بقى النمبر اوف فلورز ده، نمبر اوف فلورز ده البروبرتيز بتاعته ايه؟ نوعه ايه بقى؟ نوعه سترينج. يعني ايه سترينج؟ يعني حروف، يعني A B C D 1 2 3 4 كلهم حروف بالنسبه للكمبيوتر. كويس؟ طيب عشان اعمل الحكايه دي بقى اغيرها اعمل ايه بقى؟ شوف التست ده هاخد فيه هقول له ايه؟ كالكوليت. تمام؟ وهجرب كده اقول له ايه؟ انا هاخد الايه؟ الفلور نمبر. فين الفلور نمبر؟ هو ده صح؟ من غير حسابات. بس انا اصلا كنت عامل له انه ده ايه؟ ده مش تكست صح؟ أنا هنا في البروبرتيز بتاعته، خلينا نشوف كده في الخصائص بتاعته، أنا كنت شورت يعني إيه أرقام يعني. ها هقول له كده ده يساوي آسف كالكوليت، هعمل له كالكوليشن للإيه؟ فيلد كالكوليتر يساوي كل ده. تمام؟ لا برضه مش عارف كده. تمام؟ يبقى انا الكيبل اللي انا جبته وشبكته ده مش نافع معايا. ليه بقى؟ لانه لما انا عملت له امبورت من الاكسل، لما احنا عملنا له امبورت من الاكسل ما عرفناهوش ان دي ايه من البدايه، يعني انه دي ان التيبل ده ان الكولوم ده عباره عن داتا رقميه. تمام؟ فلازم ارجع اكسل تاني واصدره تاني للايه؟ على انه مش عارف ده ولا ده. بس خلينا نشوف الفرق ايه. ادي الاكسل اهو، هشغل اكسس، ادي اكسس. فاكرين المرة اللي قبل الماتزة؟ أنا أقول له كرييت داتابيس جديدة. تمام؟ هنا وهقول له إيه بقى؟ هقول له أنا عايز فين؟ اكسترنال داتابيس. ده الإكسبورت وده الإمبورت أهو. والإمبورت هنا هقول له إيه؟ فروم فايل فروم إكسل. وهروح أختار الإكسل البدائي، معرفش أنا حطيته فين، هنشوف مطرح ما أنت حاطط الداتا بتاعتك. مثلا هنا اوكي بيسالني بقى الداتا دي فاضيه خالص الاكسل ده فيش باك كنسل. معلش هنروح تاني نجيب الفايل التاني اللي كان معاه براوس ده اوكي.
شوف هنا ده الفايل اللي فيه الداتا اهو كويس. بيسالني بقى بيقول لي في ثلاث ورقات في الاكسل، يعني الاكسل اللي احنا ده تمام. بيقول لي ريد اونلي طبعا، مش لازم اعدل عليه حاجه. بيقول لي في ادي ورقه 2 3 4 تمام، يعني دي الجدول اللي فيه البيانات. وبعدين في جدول هنا اهو في الاختصارات بتاعت البيان، السي عباره عن ايه والار بتاعت ايه والبي ايه. وبعدين هنا اهو جدول البيانات الطرق، وده جدول بيانات الارصفه تمام، ولا الطرق والارصفه حاجه زي كده. وده الكي بتاعه، انا عايز اجيب الايه البيانات الايه بتاعت الايه المباني تمام. فاروح على الاكسس كده واقول له ايه، انا عايز الشيت بتاع المباني. بقول له اوكي. بيسالني بقى بيقول لي الصف الفوقاني، خد بالك من الحكايه دي تاني اهو، الصف الفوقاني ده عناوين الاعمده ولا دي داتا برضو؟ هقول له عناوين الاعمده. لو انا ما اخترتش ده هيحط لي عمود صف فوق ويسميه بقى عمود واحد وعمود اثنين وعمود ثلاثه وحاجات زي كده، بس انا اوريدي مسميهم. فخلاص انا هاخد ايه؟ هعلم على دي واقول له نكست. لما اروح للي بعدها بيسالني بقى بيقول لي في قواعد البيانات كل جدول، كل سطر في الجدول لازم له قيمه مفتاحيه بيسموها او كي. القيمه المفتاحيه دي بتبقى في عمود من الاعمده، قيمه ما بتتغيرش يعني موجوده مره واحده بس، يعني كل سطر له قيمه مش متكرره تاني خالص في الجدول. فبيسالني بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفيلد اوبشنز. ايوه قبل الحكايه دي بقى، هنا الصفحه دي مهمه قوي بقى. بيقول لي العمود الاولاني ده الاي دي ده عباره عن ايه؟ تمام؟ والعمود اللي بعده عباره عن ايه؟ واللي بعده عباره عن ايه؟ واللي بعده حاجه عند الفلور نمبر، واقول له مش تكست بقى، اقول له ايه؟ انتجر. وارجع البيلدنج هايت واقول له ده ايه؟ انتجر برضه. تمام كده؟ دول اللي يهموني. اما اقول له النكس اللي بعده هو دي الايه؟ بيقول لي بقى انت عندي عايز احط لك اي دي ولا انت عندك اي دي؟ انا عندي اي دي طبعا، خلاص انا حطيت له الايه؟ الاي دي واقول له نكست فينش. ماشي. خلاص. وبيقول لي في بعض السطور في الصفوف في الاكسل هو متعرفها الظاهر كان حط عليها داتا ومسحوها ولا حاجه زي كده، فهو مش عارف يتصرف معاها يعني زي دول كده. فهو اوجد لها قيم يعني، او حط لها حاجات يعني. طيب هي الفي دي اراضي فضاء يعني، هي دي كانت قطع اراضي فضاء، الفي فاكنت يعني فاضيه يعني ما لهاش ارتفاع ولا لها بتاع. فهو ما بيبقاش متقبل انه يبقى في بعض الحاجات الرقميه اللي هي فيها ايه اصفار يعني. خلاص بقى عندي الجدول اهو، فبضغط ماوس يمين كده واقول له ايه؟ اكسبورت داتابيز فايل وبراوز واسميه تيست كده تيست وسيف. اوكي خلاص انا عملت الايه؟ التيبل ده لو عملنا له كده صوت A to Z هو نفس الجدول اللي هو A 101 A1 والكلام. اروح بقى على الداتابيز، اقفل ال Save Edit Stop Editing. طب لو عملت Save Edit كل اي حاجه عدلتها هنا ولا ضفتها ولا بتاع راحت. اروح على الارك كتالوج واروح جايب الايه تيبل اللي احنا جبناه. فين تيبل بقى اللي احنا عملناه؟ احنا عملنا مش تيبل بقى، احنا عملنا التوبولوجي ده عملناه، وعملنا اس 1 داتا دي اللي هي موجوده هنا. طب ينفع امسحها؟ غالبا ينفع. ديليت يس مسحها خلاص. ارجع تاني بقى اجيب الايه؟ اجيب التيبل، اجيب الجدول، هجيبه في قاعده البيانات. هقول له ايه؟ امبورت تيبل ماشي. واروح فين؟ اروح على احنا سميناه تيست صح كده اللي هو ده اد خلاص، وسميه هنا برضه تيست
وبعدين هاجي على الـ S1 ID دي، S1 ID هو جابه هنا بقى يعني لو انا عايز اشوف هنا. طيب انا هروح بقى على S1 ID دي، هشوف في الجدول بتاع البيانات بتاعتها وبين Attribute Table. هحط كل الداتا هنا. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ بص كده، انا عايز امسح الداتا دي، هقول له ديليت، ما انا هجيبها مره ثانيه اهو، او على الاقل خلينا امسحها كلها. فين ديليت فيلد؟ هنا جراي، جراي دي يعني لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ستارت اديتنج، واجي هنا اقول له ايه ديليت. ستارت اديتنج، هو ده لسه جوين ولا ده ايه؟ جوين، ريموف جوين، ايوه حلو قوي. شوف التيبل دي بقى عامله ازاي؟ خلاص مسح راحت كلها تمام؟ وارجع اعمل جوين تاني للايه؟ للاير، للجدول اللي هو تيست بقى اللي احنا عملناه دلوقتي. هقول جوين بيدنج اي دي، واختار هنا البيلدنج ان تمام. اتاكد بس ان هو شبك البيانات مظبوط، شبكها مظبوطه. لو انا قلت له كده سورت ديسندنج او جايب البيانات اهي كامله تمام. طيب باجي بقى تاني اقول له ايه هنا تيبل اوف كونتنتس، واقول له ايه اكسبورت الداتا، بس لازم اكون ايه قافل الداتا، اتاكد ان انا مش في اديت مود. هنا داتا اكسبورت داتا، وهسمي دي ايه تيست. ايرور داتا تيبل اوريدي اكزيست. اوكي تمام، في اوريدي انا مسمي تيبل تيست مش كده؟ فانا هاجي هنا تاني مره تانيه معلش واسميه ايه اكسبورت داتا، اقول له ايه التيبل بتاعي اسميه ايه تيست 1 سيف. خلاص انا بقى دلوقتي بقت عندي انا هو الاتريبيوت تيبل دي، التيبل الجديده اللي فيها كل الايه المعلومات. لو انا بقى عايز اعمل كالكوليشنز دلوقتي شوف يحصل ايه. فيلد كالكوليشن تقول لي يو ار اباوت تو كالكوليت او ساز اديت ان اديت سيشن. طيب بيقول لي دي يعني ايه مشكلتها انها ايه مش سريعه يعني، احنا ما عندناش بيانات كتير يعني. فهقول له بقى ايه الفلور نمبر، فين الفلور نمبر؟ نمبر اوف فلورز في مثلا اربعه كويس؟ اوكي. There was failure during processing. Check the geo processing results window for details. شوف هنا بعض العناصر، ايوه شوف هنا في بعض العناصر اصلا محطوطه بايه؟ بنال اصلا. ما اعرفش يجيب لها داتا من الفلور نمبر، فين الفلور نمبر بقى؟ هو ده هنا زي دي كده مثلا، ما اعرفش يجيب لها زي دي زي دي، مش عارف يجيب لها ايه؟ يجيب لها قيم مش كده، بس في حاجات لها قيم. طب خلينا نجرب حاجه ثانيه، نجرب ان احنا نعمل، احنا قلنا ده النوع، النوع بتاعه ايه؟ مش عارفين. خلينا اللي هو الفلور نمبر ده بروبرتيز، ده النوع بتاعه string. ده جابه برضه على انه string، ما جابوش على انه يعني، جابه على انه برضه احرف يعني ارقام. لكن انا اقدر يعني ايه يعني احنا شبكنا الداتا تمام دلوقتي، وعمل في نوت، في وسيله ان انا اعمل بيها اسمه اوتوماتيك كالكوليترز، او ان انا خلينا اعمل كده ستارت اديتنج. خد بالك بقى لو الكولوم ده، بص هقول لك حاجه، انا دلوقتي ابتديت اعمل اديتنج
زعل مني خالص. طيب نروح كده ارك ماب تاني، هو من الاول بيدي behaviors غريبة شوية. احنا شفنا استعراض الجداول البيانات، شفنا الربط بين البيانات الاسرى جوين وان جوين، وان انا اعمل لها اكسبورت فتبقى تندمج كلها في بعضها. ماشي، عشان بس ايه نراجع اللي احنا المفروض كنا نغطيه. تمام، وبعدين شفنا ازاي انا اضيفها اليا يدويا واليا. عايز اشوف اقول لك دي تعمل نعملها ازاي. شوف كده احنا فين هو تيست ده اللي احنا بدأنا فيه. تمام، طيب لو كبرنا بقى، احنا دلوقتي المفروض بنتعامل مع البيانات، مع قاعدة البيانات ديت، مع الجدول ده على انه ايه بيانات. صغرهم كده شوية. خليني فلور فيرست فلور نمبر فلورز سنك. هي احنا كنا هو الشباب حاسبينها في الاكسل يعني، بس انا ممكن دلوقتي انا عايز اعمل ايه اد فيلد، والفيلد ده هسميه انتجر او شورت انتجر او فلوت، خلينا نسميه دبل. ماشي، ده اللي هو ايه بدون قصور يعني. نسميه ايه تيست 1. تمام، لو انا كده قلت له ايه تيست 1 ده، عملت اديتنج، خلينا نخش في المود بتاع الاديتنج اهو، ستارت اديتنج، وجيت هنا قلت له ايه فيلد كالكوليتر، وهقول له انه الفيلد ده يساوي البيلدنج نمبر، لا فلور نمبر، نمبر اوف فلورز كده. ماشي، قلت له اوكي. بيقول لي ايه بقى؟ كانت is invalid for the new with object ID 70. For example, the calculator value may be too large. ماشي، احنا ما عندناش ارقام كبيره، كل الارقام كانت صغيره يعني، فخلاص احنا عندنا ايه؟ حسبنا دول. جبنا الايه؟ جبنا الارقام دي. طيب لو جيت هنا هو بقى قلت له ايه الفيلد ده اللي احنا عملنا الواحد الاول تيست وعملنا تيست 1 بعد منه. جيت بقى على تيست ده قلت له ايه كالكوليت انه ده يساوي فين تيست بقى؟ ادي تيست 1 اهو في مثلا 5. قلت له اوكي، يعني انا ايه حولت الكولوم بتاع العدد بتاع الادوار، حولته لايه؟ لرقم هنا، وبعدين رحت ضربه من هو في الايه في الارتفاع. لو انا عايز احسبه تاني مثلا هقول له ده مثلا احط مثلا ايه 2 متر ذروه زائد ده في 5، ولا كده ولا لازم الزائد في الاخر؟ مين معانا من الشباب بتوع الرياضه؟ في حد كان رياضه هنا ولا كلكم ادبي؟ نجرب نشوف هيقول لنا ايرور ولا هيقول لنا. عملنا 37، يبقى هو ضاف على ال، احنا عملنا ايه بقى كده؟ خلينا نفتكر تاني. احنا اتنين على الايه؟ 5 في عدد الدوار، 5 في 7 35 و2 37. واللي تحت 5 في 5 ب 25 و2 27، يبقى احنا كده ايه مظبوطين. يبقى انا لو انا عايز احسب
يعني اعمل فيها كالكوليشنز لازم تبقى معرف دي على انها ايه؟ على انها ارقام. لو انا قلت له ده على الوضع الاصلي بتاعه اللي هو على الفلور نمبر، عدد الادوار، نمبر اوف فلورز، كويس كده، حرج نشتغل. خليني كده اقول له البروبرتيز بتاعت الفيلد ده برضه سترينج، حجمها 254 كاركتر، ماشي. يبقى انا لو انا عايز بقى، خد بالك في حاجات ايه هنا مثلا، في حد يحديها مثلا ايه، دور واحد، دور واحد لازم ابقى انا عامل ايه؟ سيف اديتس، عامل لها سيلكشن. في بقى ممكن اعمل كده، اعدل من هنا، والتعديل من هنا برضو مش صعب يعني، واضغط كده على الزرار ده فيبين لي ايه السيلكتد ريكوردز اونلي، العناصر اللي هي ايه السيلكتد فقط يعني، تمام. وفي الحاله دي اقدر ايه اعمل كده مثلا، اعمل كده وهكذا. خد بالك احنا ما زلنا دي اس 1 اي دي دي معمول لها جوين، لسه التيبل نفسه، التيبل الاصلي ها اللي هم بقيه الجدول ما اندمجش في اللي موجودين في الجدول، هم العمودين دول بس، العمودين دول والاعمده الاصليه بتاعته يعني. ده كده خليني كده احركه كده شويه، اللي بعده انا اقدر اختاره ها، وبالماوس كده اشده ايه، احركه من مكانه عشان ايه اجيب لك الحاجات اللي تخصنا احنا بس. ده كده هنا وده هنا كده، يبقى الجدول الداتا اللي موجوده في الجدول الاولاني هم دول، من اول الشيب ده لغايه هنا كده. اعتقد دي مش تبعنا برضه، دي هنا تبع ده، دول كده الجدول الاصلي ها، والباقي ده اللي هو الجدول اللي انا ايه شبكه حاليا، هم مش تيبل واحد، اثنين تو تيبلز معمولهم ايه جوينز. طيب عشان قلنا بقى ان انا عشان ادمجهم مع بعض يصيروا حاجه واحده، باجي عليها هنا اهو دي كده تمام، واقول له ايه هي موجوده هنا اهو صح، اقول له داتا اكسبورت داتا، واختار هنا واسمي ايه، اسميه اس داتا، معرفش دي موجوده ولا مش موجوده. اوكي يو كانت كرييت في اديتابل، لازم اخرج اقفل الايديتنج، اقفل الايديتنج واسيف اللي انا عايز اسيفه، وبعدين ارجع تاني اقول له ايه، هي دي الداتا اللي مشبوكه، داتا اكسبورت داتا، واقول لها حتى اسميها تيست 1 تيست بس، يعني تيست فيه تيست صح؟ اسميها ايه بس؟ تيست 28 خلاص. يقول لي اضيفها، اقول له اضيفها. في الحاله دي بقى الجدول ده ما فيهوش اي جون ولا ريليت ولا حاجه خالص، لما اشوف الجدول هلاقي فيه البيانات كامله، هلاقي فيه ايه جدول كامل من كل حاجه تمام. طب في حاجات بقى دي بتاعت اسمه ايه ده، بتاعت الاوتوكاد، الداتا الاولانيه، وفي التست 1 والتست 2 دول اللي انا عملتهم، وده الاوبجكت 1 اسمه ايه ده، الاوبجكت اي دي والبيلدنج ان، دول اللي احنا ده اللي هو عملهم البرنامج كاي دي، وده البيلدنج اي دي ده اللي هو احنا شبكنا منه في البدايه مع ده. هتلاقي الارقام دي ده نفس السطر ايه متطابقه تمام كده. يبقى دي الايه، دي ازاي انا اشبك داتا. طيب انا عايز بقى اعدل الداتا دي، هعمل اديتنج، ستارت اديتنج كويس، وبعدين اكتب مثلا قطعه الارض دي،
دي كده. هقول له بقى مثلا انه دي مبنى مثلا 7 متر وارتفاعه دورين، وانه مثلا الداتا بقى اللي تهمني يعني الدور الارضي كوميرشال سميها كابيتال، والدور الاول ريزيدنشال مثلا ار، وامشي كده ايه اعدل البيانات ها اللي انا عايزها زي ما انا عايز. البيلدنج كونستراكشن اسميه مثلا بيرنج وولز، الهايت بتاعه قلنا 7 وعدد الادوار 2، الحالة بتاعته ضعيف مثلا ولا اس مثلا سكيلتون مثلا كابيتال اس. خد بالك الاس السمول والكابيتال بيفرقوا عن بعض، بيعتبر ان الكابيتالز حاجه والسمول حاجه ثانيه. وال يعني اقدر ايه احدد العنصر واشوفه في مكانه واطلع بيانات واعدل البيانات اتعامل مع البيانات زي ما انا عايز. خلصت ها اقول له ايه سيف اديتس. طيب انا عندي الملف ده في لايرز بقى عملتها انا وفي حاجات كده، انا مثلا اللاير بتاعت الاي دي مش عايزها هقول له ريموف، اضغط نفس الكليك كده اقول له ريموف تمام. فانا عندي في ايه في حاجات ظبطتها والملف ده مش عايزه يضيع الاعدادات دي، فهقول له فايل سيف. كمان لو انا عايز اللاير دي كويسه وعايز استعملها في فايل تاني ها بالوانها بظبطاتها بالسيمبولوجي بتاعها، هنشوف برضه السيمبولوجي لسه هنتكلم في الاعداد الخرائط. ممكن هنا اقول له ايه؟ اقول له سيف از لير فايل، واروح في اي فايل تاني استدعيها تيجي بالايه؟ بالاعدادات اللونيه بتاعتها والكلام. يبقى احنا كده خلينا نراجع بسرعه كده. شفنا ازاي ان انا احدد البيانات سواء من الجدول او من الخريطه، وشفنا كمان ان انا ايه ان انا اضيف البيانات وصفيا ومكانيا. في حاجه مش هتتم النهارده بقى خلينا نتكلم فيها المره اللي جايه، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل بفر. يعني مثلا لو انا جبت البيانات المكانيه دي كده مثلا كده البيانات المكانيه دي لافترض يعني انا مثلا عندي المساجد كويس، عندي المنطقة دي كده فيها ايه؟ فيها بعض المساجد يعني. فأقوم أقول له ايه هنا مثلا من البيلدنج يوز بقى فين الجراوند فلور يوز اهي. حلو؟ أقول له سورت اسندنج سي يعني كوميرشال. الام ده يعني مسجد. فين المساجد؟ المنطقة دي فيها 2 مسجد. طب واللي بعدها واللي بعدها؟ ها؟ دول برضو ايه فيهم اكيد في مساجد. لو كملنا المناطق كلها او على الاقل جبنا المنطقتين دول، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حوالين المبنيين دول عايز اعمل النطاق اللي الناس تمشي فيه. مسجد مثلا بيقال يعني المسجد دايره الخدمه تفرق طبعا من مكان لمكان ومن بلد لبلد. نقول مثلا ايه ان نطاق الخدمه بتاعته 200 متر او 300 متر كويس؟ يعني الناس يعني المسجد يخدم البيوت اللي في دايره نص قطرها ايه؟ 200 متر. فانا ممكن يعني هو اخد اقول له ايه؟ بفر واختار للاسف واختار من الخريطه يعني هو اختار ايه؟ اس 1 تيست 28 ديت تمام؟ واقول له ايه انه انا عايز اعمل بفر مثلا المسافه بتاعته قد ايه مثلا. ودلوقتي لو عملناها كبيره الدنيا هتتوه في بعض. خلينا نعمل حاجه صغيره، نعمل بفر ايه مثلا 3 متر. حلو 3 متر وبعدين بيبقى فين؟ فول اوتسايد اونلي تمام، في الاوتسايد حوالين الايه كل عنصر تمام. وبعدين بقول له بقى ايه بمعلوميه ايه بقى ديزولف فيلز بقى اللي هي الايه
طول اللي استخدمها ولا ديزولف تايب. طيب خلينا نشوف الديزولف تايب ده اللي هو ايه، طول ولا ليست ولا بتاع. خلينا نقول ايه ليست، ونختار الايه، نختار الايه. طب ما قلنا له نن، لو قلنا له نن مش هيحصل. احنا حددنا انه المسافه تبقى كام؟ 3. خلاص هقول له اوكي. تمام هي كده، اقول له اوكي. نشوف كده يحصل ايه. هو بيقول لي ايه كلوز ذا ديلوج مون كومبليتد. ماشي هو خلص خلاص. هو بيكتب ان هو ايه، اكتب لي اوت سايد مش عارف ايه بلانر. تمام ستارت تايم سكسيدد. اقول له حلو كده. هروح هنا على ادي الايه اللير بتاعت البفر. شايف العنصرين اللي انا اخترتهم اهم، ادي البفر بتاع حوالين منهم 3 متر اللي انا اخترته. شايف البفر ده بقى في لير لوحده. لو طفيت اللير هيتبقى لي بس الايه البفر. وانا ده البفر ده ممكن اخليه دايره، ممكن اخليه زي ما انا عايز يعني، حتى خليته ايه بدون اي ايه اعدادات. فانا ممكن بقى البفر ده لو عندي طريق اقول له بقى المباني اللي تقع على بعد مثلا 10 متر من الطريق فيروح مطلعهم لي. عندي وحده صحيه مثلا اقول له الوحده الصحيه دي مثلا بتخدم مثلا 500 متر، فاقول له المباني اللي بتقع على بعد 500 متر. فاقدر لو انا عندي مثلا مساجد مثلا اقدر اعمل الدوائر او الحدود بتاعت الخدمه بتاعت المساجد في المنطقه كلها، واقدر اميز هل المساجد دي متوزعه كويس ولا ممكن اضيف مساجد ثانيه. فدي ايه؟ بنتج معلومه مكانيه من معلومه ايه؟ وصفيه. من معلومه وصفيه. يبقى ده الايه؟ التحديد المكاني وفقا للبيانات الوصفيه. كمان دي هنتكلم فيها المره الجايه ان شاء الله، مش هنتكلم اكتر من كده. اعتقد احنا النهارده انا دوشتكم كتير. سامحوني يعني على اللي انا بتكلم بسرعه. انا عايز اديكم اكثر معلومات اقدر اقولها في الفيديو يعني، لكن هو ده الوقت المتاح يعني. احنا النهارده باختصار كده خلينا نرجع بسرعه. احنا اتكلمنا على نشوف بس الباوربوينت كده. احنا اتكلمنا على الداتا، انواع الداتا بيس. اتكلمنا مره ثانيه مراجعه كده على نظام الاحداثيات والاحداث الزد ايه هو وبيعمل ايه، واتكلمنا على العناصر المكانيه وشفناها وازاي نتعامل معاها بقاعه البيانات. اتكلمنا على البيانات الوصفيه وايه هي وازاي ندخلها بقاعه البيانات وازاي نشبكها مع البيانات المكانيه وازاي نعدلها وازاي نستعرضها ونضيفها ونحذفها والكلام ده. المرة الجاية إن شاء الله هنشوف إزاي ننتج خرائط. المرة الجاية إن شاء الله إزاي ننتج الخرائط من الإيه؟ من البيانات المكانية الوصفية اللي عندنا. لو في حد عنده سؤال في الكلام اللي أنا قلته أو في حاجة مش واضحة حابين إن أنا أوضحها بشكل أفضل أنا تحت أمرك. شباب تمام خلاص، يبقى احنا هنكتفي كده النهارده ان شاء الله باشمهندس عمر، ونكمل بكره باذن الله موضوع انتاج الخرائط وكده. شكرا لكم حسن استماعكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد باذن الله الساعه 8 لغايه الساعه 10.